سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث هذا اليوم أبدأها من قمة جدة، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة دول الخليج وثلاث دول عربية أخرى خلال لقائه بهم في جدة أن واشنطن لن تتخلى عن الشرق الأوسط، حيث تؤدي منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا، وأنها ستعتمد رؤية جديدة للمنطقة الاستراتيجية ولن تسمح بوجود فراغ تملأه قوى أخرى. وغادر بايدن السعودية في ختام جولة شرق أوسطية شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأثار لقاؤه خلالها مع محمد بن سلمان انتقادات واسعة لا سيما داخل الولايات المتحدة. من جهته أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن قرار السعودية هذا الأسبوع برفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي ليس إشارة إلى أي دفع باتجاه إقامة علاقة مستقبلية مع إسرائيل. وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مضيفا أنه ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة. بدورها قالت إيران الأحد أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الإقليمية خصوصا أمام قادة دول عربية في جدة هي محاولة أمريكية لإثارة التوتر في المنطقة. مشاهدينا للمزيد ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركه الاسلاميه للاصلاح، ورحب بك دكتور سعد. يعني الحقيقه جدل كبير حول رافق زياره الرئيس الامريكي الى منطقه الشرق الاوسط وتحديدا الى السعوديه. بدايه، ما الاهداف التي حققها بايدن والمكاسب التي اكتسبها، وما الذي حققه محمد بن سلمان ايضا؟ أعتقد أن بايدن كل ما كان يريد أن يحققه كان يستطيع أن يحققه من دون زيارة، لأن أمريكا تستطيع أن تجبر السعودية على رفع إنتاج النفط، مع أن السعودية أصلا رفعت إنتاج النفط، وهذا حسب ما كتبت بلومبرغ أنه هو لم يبقى إلا 200 ألف برميل حتى تصل حد الأقصى. كذلك التنسيق العسكري في المنطقة ضد إيران هو حاصل سواء بزيارة بايدن أو بدون زيارته، لكن بايدن حقق هدفا له هو شخصيا. بايدن يريد أن يرضى عنه اللوبى الصهيوني، وهو من المدرسة القديمة التي تقدس إسرائيل، لا يزال بتجربته السابقة لا يزال يظن أن إسرائيل واللوبى الصهيوني قوي كما كان عليه من قبل. وذلك كل هذه الزيارة سواء لإسرائيل أو لجدة وإهانة نفسه والرضا بأن يقابل محمد بن سلمان بعد أن كان يتحدى ويتكلم محمد بن سلمان بعبارة قاسية، هو لإرضاء اللوبي الصهيوني. فمكسبه الوحيد مكسب شخصي، ولا أدري هل هذا المكسب الشخصي هذا نفعه أو لم ينفعه. يعني هو بالفعل كما تفضلت كان وصف محمد بن سلمان بالكثير من الأوصاف، خاصة خلال حملته الانتخابية وبعد ما أصبح رئيسا، ووصف السعودية بأنها منبوذة وما إلى ذلك. لماذا وكيف غير بايدن هذه النظرة تجاه محمد بن سلمان، وهل يدل على تراجع أو تغير في الاستراتيجية الأمريكية؟ هو يزعم أنه لم يغير رأيه، هو أنه واجهه باتهامه بكذا، وأنه الحضور هو الحضور للمؤتمر وليس له شخصيا، ولكن الحقيقة أنه يعني أعطاه يعني شرعية، وأعطاه نوع من في هذه الزيارة بمثابة أنه غير رأيه حتى لو زعم غير ذلك. السبب أن اللوبي الصهيوني قرر في الشهور الأخيرة، خلال 6 شهور الأخيرة، وهذا يعني تم استنتاجها برصد حذر، اللوبي الصهيوني كان ليس متحمسا لمحمد بن سلمان، لأنه يرى أن شخص متهور ومراهن عليه قد تضره. ولكن بعد المشاكل التي مرت بها إسرائيل والوضع الحش في العالم العربي، يريدون، قالوا نحن نريد أن نستثمر هذا الاندفاع محمد بن سلمان لخدمتنا والاقتراب منا، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بأن نضغط على بايدن حتى يعطيه شيء من الموافقة والرضا. وذلك بايدن كان قد رفض الزيارة إلى حد قبل حوالي 3 أسابيع، وكان يقول أزور ما أزور أزور ما أزور، ثم عزم على هذه الزيارة. إذن الزيارة بضغط صهيوني، الزيارة والحضور بضغط صهيوني، وسبب التغيير هو اتخاذ قرار بين الصهاينة أن محمد بن سلمان رغم
تهوره ورغم صعوبته كشخص إلا أنه يجب أن نعتمد عليه في هذه المرحلة، يجب أن لا نفوت الفرصة. إذن هل يمكن اعتبار بأنه من نتائج هذه الزيارة هي مباركة وصول محمد بن سلمان إلى الحكم في المستقبل؟ هي حتى ولو لن تكن، حتى ولو لن تكن مباركة اعتلاء محمد بن سلمان للعرش، هي الحقيقة حققت هذا الشيء. يعني محمد سلمان بعد زيارة بايدن وبعد أن التقى به بهذه الطريقة، حتى لو قال بايدن أنه والله هذا لا تعتبر اعتراف به، هي الحقيقة فعلا نوع من أنواع الاعتراف به والسماح له باعتلاء العرش. طبعا محمد سلمان مشكلته ليست مع أمريكا، مشكلته في اعتلاء العرش هي مع بني عمه، وحسب ما يذكر الناس من دوائر العائلة أنه كثير، يعني كثير جدا من 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 آل سعود صامتون ما دام الملك سلمان حي وموجود، وعلى الأقل حتى لو كان بحالته العقلية صعبة لكنه على الأقل موجود وواعي. يعني اللحظة التي يعتلي فيها محمد سلمان العرش سواء بوفاة أو بقفزه على العرش، هنا سيتبين أن هناك رفض كبير من داخل العائلة يزعمون. ومحمد سلمان نفسه من أكبر المتصدقين، من أكثر المصدقين لهذا الاحتمال، رغم أنه قمعهم جميعا وضعهم في السجون، لكنه حسب ما ينقل عنه القريبون منه أنه قلق جدا جدا من اندلاع رفض مفاجئ من داخل العائلة. طيب، مقابل هذه المباركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لوصوله إلى العرش، إلى أي مدى تعتقد بأن محمد بن سلمان رضخ أو كان على استعداد للمضي قدما بالتطبيع مع إسرائيل، والذي ربما أحد الأهداف الرئيسية التي جاء من أجلها بايدن؟ أما التطبيع فقد تم قبل زيارة بايدن منذ زمن، وهو موقف استراتيجي اتخذه محمد بن سلمان بنصيحة ومشاورة مع محمد بن زايد، أن رهاننا يجب أن يكون على إسرائيل. إسرائيل هي الدولة القوية التي تتحكم بأمريكا وأوروبا، وإذا أرضيناها ضمننا قوتنا ومستقبلنا على هذا الكرسي. محمد سلمان، محمد بن زايد والسيسي وغيرهم يفكرون بهذه الطريقة، فلذلك التفاهم السياسي العسكري الاقتصادي الأمني الاستخباراتي التقني مع إسرائيل على قدم وساق. محمد سلمان التقى مع نتنياهو 3 مرات، والتقى مع بنت أظن مرة ومرتين، وعدد كبير من الضباط السعوديين التقوا بضباط إسرائيليين في الأمن وفي الجيش، والشركات الإسرائيلية الآن تمسرح وتمرح في السعودية، وحتى المسجد النبوي دخله أمام الكاميرات، ومغنية إسرائيلية تستضاف في مهرجانات السعودية. فالتطبيع كله موجود إلا رفع العلم، ورفع العلم قلتها وأكرر أنه لن يتم، لأن الرافض ليس محمد بن سلمان، الرافض هم الإسرائيليون. الإسرائيليين يقولون الحكومة السعودية دولة السعودية دولة قائدة للمسلمين، ولا نريد أن نفرط بقيادة المسلمين. إذا رفعنا العلم الإسرائيلي خسرت هذه القيادة، فدعنا نتلاعب بقيادة المسلمين من خلال السعودية دون أن نرفع العلم، يعني إذا رفعنا العالم خسرناها. ولكن التطبيع الحقيقي بكل أشكاله تم قبل زيارة بايدن منذ زمن. هذه الزيارة لم تضف شيئا. نعم، ولكن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال بأنه هذه القمة وحتى يعني السماح للطائرات الإسرائيلية بالمرور ليس بالضرورة أنها خطوة نحو التطبيع. صحيح، لن يتم رفع العلم. هذا كلام يعني أنا قلته، وقالوا للناس لا 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 بكره بعد وبكره بعد وبكره، قلنا لا لن يرفع العلم الإسرائيلي اليوم. ولكن التطبيع الحقيقي أشد من تطبيع البحرين، تطبيع مصر، وتطبيع الأردن، وتطبيع حتى ربما سبقهم، الوحيد اللي سبقهم الإمارات. يعني ولكن والآن طلعت التفاصيل، طلعت أن السعودية هي التي ضغطت على الإمارات وعلى البحرين، وهي التي تبنت مشروع الإبراهيمي. فكل مشاريع التطبيع المحلية بريادة السعودية. فإذا الإشكالية هي فقط في رفع العلم فقط، وأما بقية التطبيع
من تغيير المناهج واستقبال التجار واستقبال الشركات وانفتاح التقني والأمني، هذا كله موجود. نعم. طيب دعنا نشارك معنا السيد نصير العمري الباحث في شؤون أمريكا والشرق الأوسط، ينضم إلي عبر سكايب من واشنطن. سيد نصير أرحب بك، ما الذي قصده جو بايدن بقوله أن بلاده لن تتخلى عن منطقة الشرق الأوسط ولن تترك فراغا لروسيا والصين؟ هل يعبر هذا عن تغير في الاستراتيجية الأمريكية؟ تحية لك والضيوف الكرام والمشاهدين. في الحقيقة هو يرسخ مبدأ لدى إدارة السيد بايدن ولدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأن الشرق الأوسط هو منطقة نفوذ وتأثير أمريكي، وكما أنهم يصارعون الصين وروسيا في تايوان وفي أوكرانيا، هم أيضا يصارعون النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط وفي كل مكان في العالم. فنعم، السيد بايدن هو يعبر عن موقف أمريكي يعني يعتبر تاريخي، ولكن السياسات والاستراتيجيات في الحقيقة لم تكن دائما يعني تصب في مصلحة هذه الاستراتيجية، فأحيانا أمريكا تترك المنطقة وأحيانا تعود إليها، وفي الحقيقة لا يوجد استراتيجية واضحة، وهذا سبب تذبذب الأنظمة العربية المتحالفة مع أمريكا، لأنها لا ترى في أمريكا حليف يمكن الاعتماد عليه في وجه إيران مثلا أو في وجه عدوان من أي جهة أخرى. لهذا أكد بايدن على موضوع الحماية والشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول ربما، ولكن بالمقابل لماذا فشل بايدن بإقناع أو بالضغط على هذه الدول من أجل يعني رفع إنتاجها من النفط والغاز، والعالم كما تعلم في أزمة بهذا المجال؟ يعني ربما يكون هذا أحد أهم يعني إخفاقات السيد بايدن. يعني لو كان هناك تعهد عربي واضح في أن يضخوا المزيد من النفط لأثر هذا بشكل مباشر على الأسعار في الولايات المتحدة وحول العالم، ولكن السبب طبعا هو أن السعودية والدول المصدرة للنفط هي تحتاج لهذه الطفرة من الأسعار، فكما أن السيد بايدن يريد أن يحمي اقتصاده بتخفيض الأسعار، القيادات الخليجية تنظر تحتاج إلى هذه الطفرة من ارتفاع الأسعار لتعوض عن خسائر كبيرة أثناء فترة كورونا وقبلها. فأظن بأنه مجرد يعني الخروج والقول بأن هناك اتفاق عريض على المبادئ الرئيسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والدول العربية، أظن هذا بأنه سيهدئ الأسعار بعض الشيء، ولكن لا أظن بأن القيادات الخليجية يعني ستضخ النفط بطريقة غير محدودة من أجل خدمة الحكومات الغربية، لأنه هذا يعني غير معقول ولا يصب في مصلحة هذه الدول. دكتور سعد الفقيه، إلى أي مدى استطاعت الولايات المتحدة من خلال زيارة بايدن طمأنت دول الخليج تحديدا والدول العربية الأخرى حيال قضية الحماية؟ هو أكد بايدن على قضية الشراكة الاستراتيجية والحماية لهذه الدول. أنا يعني أنظر القضية من منظار آخر، اختلف قليلا مع أستاذ نصير. أمريكا لا تتحدث مع دول الخليج كند كمساوي، نحميكم ولا ما أحميكم وندخل معكم في حلف. أمريكا تتعامل معهم كميدان، ميدان نفوذ وبس فقط، ولم تتخلى ولن تتخلى أمريكا عن هذه المنطقة عسكريا وأمنيا، مستحيل، ما تستحيل ولن تسمح أصلا، ولا يخطر في بال حكامها أن يتجاوزوا النفوذ الأمريكي، ولا يعني لا نصد أن نحن أعرف وأقرب إلى حقيقتهم، حقيقة هؤلاء الحكام لا يستطيعون أصلا، لا يستطيع حتى خيالا لا يستطيع أن يتجاوز النفوذ الأمريكي. وكل ما يقال أنهم والله يريدون أن يصافحوا روسيا والصين هذا كلام فانتازيا، ليس له من الحقيقة نصيب، ولم يتناقص النفوذ الأمريكي في المنطقة خلال 10 و15 سنة الماضية أبدا، والأمريكا لن يستحيل أن تفرط
في أمنها، سواء أمنها عموما أو من أمنها تجاه إيران. ولكن دكتور سعد، هناك دول خليجية وتحديدا نحن نتحدث عن السعودية والإمارات ذهبت شرقا بشكل أو بآخر وعقدت اتفاقات مع الصين وروسيا. ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا، شرقا حكي بس. يعني هي أما الشراكة التجارية فبإذن أمريكا، الشراكة التجارية بإذن أمريكا، أمريكا نفسها شراكتها مع الصين أكبر شريك تجاري لها الصين بعد أوروبا، أو ربما تنافس الشراكة مع أوروبا، فهذا بإذن أمريكا. والتعامل العسكري بإذن أمريكا، لأنه بل من مصلحة أمريكا أن السعودية تشتري بعض الحاجات المتطورة من الصين حتى تطلع عليها أمريكا بسبب حضورها القوي داخل السعودية، تطلع على التقنية الصينية. ما عدا ذلك لا يوجد تفاهم استراتيجي مع الصين، ويستحيل أن يوجد. يعني أنا أراهن أنه لن يحصل تفاهم استراتيجي عسكري أمني مع الصين وروسيا، مستحيل ما دام أمريكا موجودة، لأن هؤلاء عبيد، هؤلاء يتابعون تبعية مطلقة للنفوذ الأمريكي، ويستحيل أن يخرجوا من هذا النفوذ. طيب سيد نصير العمري، هناك من يرى بأن هذه القمة كانت في مظهر من مظاهر أو عبرت عن بشكل أو بآخر عن تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة وفي العالم أيضا، وربما أهم الشخصيات التي تحدثت عن ذلك توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي تحدث عن تراجع النفوذ الأمريكي وتحدث عن عصر جديد متعدد الأقطاب. يعني عندما نقول تراجع الدور الأمريكي فيجب أن نكون محددين في الكلام. يعني هل هناك قوى أخرى صعدت؟ نعم، الصين صعدت، وروسيا منذ سنوات طويلة منذ تدخلها في سوريا وقبل ذلك بقليل بدأت، يعني ظهرت كقوة عسكرية تدعم الأنظمة الاستبدادية. والصين طبعا تهديدها مختلف عن روسيا، الصين تهدد استراتيجيا لأنها دولة بإمكانها أن تتوسع عسكريا وأن تنشر قواتها في المستقبل القريب بطريقة أقوى، اقتصادها كبير ومتدفق، والأخطر من ذلك هو قدرتها على فعل ما تفعله الولايات المتحدة من تقديم حماية وتقديم أموال لأنظمة حول العالم. ولهذا أتت بعد قمة السبع، يعني كان هناك توجه أمريكي لخلق صندوق لمساعدة الدول التي يمكن أن تسقط في النفوذ الصيني من خلال هذه القروض. ولكن مع كل ذلك أظن بأنه يعني الأمور نسبية. عندما نقول الولايات المتحدة تراجعت، بكل تأكيد العالم اليوم حتى قوى غير الصين يعني وروسيا تهدد النفوذ الأمريكي وتتحداه، ومنها الهند، حتى باكستان يعني تحدت النفوذ الغربي. لكن هذا لا يعني بأنها ستغير المعادلة، وهي أن الولايات المتحدة تهيمن على الاقتصاد العالمي، على مفاصل التجارة العالمية، على النظام المالي العالمي، على التقدم التكنولوجي. فنعم يمكن لقوة يعني أن تصعد هنا وهناك، ولكن عندما نتحدث عن هيمنة استراتيجية نحن نتحدث عن دولة لها حلفاء مثل الولايات المتحدة حول العالم، دولة لديها القدرة على الانتشار العسكري. وهنا يعني لا يوجد أي دولة تستطيع أن تتحدى الولايات المتحدة. وأتفق مع الدكتور سعد في أن هناك مبالغة في القول بأن السعودية ستتجه إلى الصين وروسيا. أظن بأنه هذا من باب حماية ولي العهد السعودي لنفسه من الهجمة الأمريكية عليه بعد يعني قتل جمال خاشقجي، وهو يريد أن يقول بأنني يمكن أن أقفز إلى المجهول وأتجه إلى الصين وروسيا. ولكن أظن بأن القادة السعودية يعلمون بأن أفضل حماية يمكن أن تقدم لهم هي الحماية الأمريكية، لأن الصيني والروسي أنظمة مختلفة، وهذه يمكنها التهام المملكة العربية السعودية بشكل كامل. ولذلك أظن أتفق مع الدكتور سعد بأن قادة السعودية يعلمون بأن مصيرهم وحمايتهم مرتبطة بالأمريكي في هذه المرحلة. أشكرك جزيلا سيد نصير العمري الباحث في شؤون أمريكا والشرق الأوسط، كنت معي عبر سكايب من واشنطن. دكتور سعد، أخيرا، يعني إيران قلقة كانت من هذه القمة في جدة، واتهمت الولايات المتحدة بإثارة التوتر في المنطقة، ولكن البعض يرى بأنه يعني تحرك بايدن هو أكبر من إيران، ومواجهة إيران هو لمواجهة الصين وروسيا أصلا. لماذا إذن إيران قلقة؟
إيران أعتقد ليست قلقة من القمة نفسها، حتى لو كانت، حتى لو أصدرت تصريحات فهي تصريحات إعلامية. إيران قلقة من التنسيق المتزايد مع إسرائيل، إما لشن حرب على إيران أو الاستعداد للتعاون الأكثر عمقا استراتيجيا لو حصلت حرب مع إيران. لو أمريكا بدأت حرب مع إيران، أمريكا وإسرائيل لو ضربت المعافى فعلا النووي، إيران سترد، سترد على الجميع، على المصالح الأمريكية في الخليج وعلى إسرائيل. فإيران رصدت تعاون وتنسيق قوي بين السعودية والإمارات والبحرين وربما حتى الكويت، الكويت ليس لها خيار يعني، ومصر طبعا والأردن بالتنسيق مع إسرائيل، ولكن بالذات السعودية والإمارات. هذا التنسيق سيزيد من قدرة عسكريا، سيزيد من قدرة إسرائيل على إيذاء إيران. هذا التنسيق إذا وصل إلى مستوى متقدم ستفقد إيران المبادرة، وهذا تم قبل القمة. القمة في نظري أنا لم يحصل فيها شيء، لا تفاهم ضد إيران ولا تفاهم ضد الصين وروسيا ولا شيء، هي قمة إعلامية حتى يكسب فيها بايدن أصوات الصهاينة، حتى يقول والله أنا جيت من تل أبيب مباشرة إلى جدة وقربت الخليج كله لإسرائيل إلى آخره. أما التنسيق الحقيقي سواء أمني ولا عسكري ولا دفاعي إلى آخره تم قبل وتم بسهولة، لأن أمريكا تأمر فتنفذ، إلا إسرائيل. إسرائيل هي التي تعتبر شريك حليف ند وليست تابعة لأمريكا، بل ربما إسرائيل هي التي تأمر أمريكا بعض الأحيان. نعم. طيب، السؤال المطروح في هذا الصدد، تركيا أين هي من كل ما يجري في المنطقة؟ تبدو كالحاضر الغائب، وتركيا كما هو معلوم قوة كبرى في المنطقة، يمكن أن تعادل وتوازن القوى الأخرى مثل إيران وإسرائيل. لماذا الملاحظ البعض يرى بأن هناك مسعى أمريكي مقصود لإبعاد تركيا عن هذا المشهد؟ وسبب بسيط، أن تركيا صاحبة قرار مستقل ليست تابعة وتشعر بالعبودية لأمريكا مثل دول الخليج والأردن ومصر، هذه دول تابعة، النفوذ الأمريكي تبعية مطلقة. تركيا دولة مستقلة صاحبة قرار، تصنع سلاحها وتتخذ قرارها وتوازن نفسها، بل إنها رفضت دخول دولتين للنيتو إلا بشروطها هي، وأوقفت النيتو كله على أقدامها، فكيف يمكن إدخالها في هذا التجمع الذي يعني يتسابق في العبودية الأمريكية؟ فتركيا مختلفة تماما، وتركيا أصلا استراتيجيتها حاليا خاصة بعد أردوغان ليست كما كانت في التفاهم مع إسرائيل والمشروع الأمريكي كما هي الآن. تركيا ترضى بما يراه الناتو، لكنها لا تقبل بتنسيق فقط لمجرد إرضاء المشروع، ولا تريد أن تكون تدخل في حلف ضد إيران هكذا بالمكشوف، لأنها لا يعني عندها لديها تحفظات، لها مصالح، لا تريد أن تؤذى، مع أنها طبعا تشعر بالخطر الإيراني، لكن لا تريد أن تساق بهذه الطريقة، تريد أن هي التي تقرر استراتيجيتها في التعامل مع إيران. ودول الخليج نفسها يعني لعلكم يعني ليس سرا كلها متحفظة، بالذات ما عدا قطر، مع السعودية والإمارات والبحرين متحفظة جدا تجاه تركيا، ولا تعمل شيء مع تركيا إلا باستئذان أمريكا، استئذان أمريكا وإسرائيل، مع الانفتاح الأخير من قبل هذه الدول على الانفتاح الأخير. حتى بعد الانفتاح الأخير الحذر هو الأساس في التعامل مع تركيا. أشكرك جزيلا دكتور سعد الفقير، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، على حضورك معنا.